تمام. نيجي الرقم ثلاثة، رقم ثلاثة هو الظهير الأيسر موزينجا رقم 14، ده ما لعبش المباراة الأخيرة. موزينجا ده في يعني نقط كده بوينت لازم نتكلم عنها، نمرة واحد أكتر لاعب في الفرقة دي بيصنع فرص، إذا كون إحنا عندنا علي معلول هم عندهم موزينجا، فالمقارنة تبقى نموذجية ما بين الاثنين دول، لأن علي معلول أكتر لاعب في الأهلي عامل فرص، وموزينجا أكتر لاعب في فيتا كلوب الباك الشمال عامل فرص. فالتاني حاجة إن هو أكتر لاعب في الفرقة عامل تمريرات، فده دليل على إيه؟ إن هم بيحضروا عليه من تحت. هل النهاردة رمضان صبحي الراجل اللي صارت بيلعبه ناحية اليمين هل هيضغط عليه؟ هل هيبقى ان الراجل ده محطة البناء هضغط عليه امنعهم ان هم يحضروا الهجمة من تحت، لان الراجل موزينجا الباك الشمال ده مميز قوي في حتة بناء الهجمة. فالراجل ده نمرة واحد محطة بناء الهجمات من الخلف، نمرة اتنين اكتر لاعب صانع فرص في الحالة الهجومية، نمرة تلاتة جوكر، يعني موزينجا ده بيلعب باك شمال وبيلعب في بعض اللي شفته في ماتش الثورة بيلعب ارتكاز ثالث، فلعيب جوكر لعيب مميز قوي اللي هو الباك الشمال. لو عرضنا المقارنة ما بينه وما بين علي معلول هنلاقي ان طبعا اهو موزينجا لعب 3 ماتشات عامل 2 اسيست، صنع كام فرصه بقى، نركز في رقم صنع فرص لزملائه، لان الاثنين الباكات الشمال اكتر لعيبه بتصنع فرص في الفرقتين. علي معلول اكتر لاعب في الاهلي صنع فرص عامل 9، بس طبعا معلول بيتفوق ان هو جايب جونين، الراجل الثاني موزينجا صنع 10، فدول يعتبروا يعني الكي باسز هنا اكتر لاعب مفتاح لعب في الفرقه علي معلول هنا، واكتر لاعب مفتاح لعب في الفرقه هنا هو موزينجا. طبعا صناعه الفرص موزينجا 2، سوري صناعه الاهداف موزينجا 2 وعلي معلول 1، عدد العرضيات معلول اكتر بيوصل للخط اكتر، لكن موزينجا بيعتمد ان هو بيعمل تمريرات من ورا اكتر، يعني ما بيوصلش لاخر الخط عكس علي معلول تلاقيه في اخر الخط بيعمل العرضيات. معلول عامل 4 محاولات وموزينجا عامل 3، فده يعتبر ثالث اهم لاعب عندهم. يبقى احنا اتكلمنا على جان مارك ماكوسو رقم 10، اتكلمنا على توسيلا كاسيندا اللي هو الجناح اليمين، وموزينجا رقم 4 اللي كان النادي